السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس المرحلة المتوسطة، الصف الأول المتوسط، الفصل الدراسي الأول، المادة رياضيات. موضوع الدرس ضرب الأعداد الصحيحة، إعداد وتقديم الأستاذ محمد بن علي الأسمري. سنتعلم اليوم بمشيئة الله ضرب أعداد صحيحة. أود التنبيه في البدء على أهمية حفظ ومراجعة جدول الضرب لما لذلك أثر على تحسين مستوى الطالب والطالبة في هذا الدرس وغيره. مثال: ضرب عددين صحيحين مختلفي الإشارة. أوجد ناتج الضرب لكل مما يلي، وتذكر أن ناتج ضرب عددين صحيحين مختلفي الإشارة هو عدد صحيح بإشارة سالبة. السؤال الأول أو المثال الأول: 3 مضروبا في سالب 5، الثلاثة بإشارة موجبة، الخمسة بإشارة سالبة. اختلفت الإشارات، إذن الناتج يكون بإشارة سالبة، وناتج 3 ضرب 5 15، إذن نقول أن الإجابة والناتج هنا سالب 15. ثانيا: 9 ضرب سالب 2، إشارتان مختلفتان، التسعة موجبة، الاثنان سالبة، إذن الناتج بالسالب، وناتج ضرب 9 ضرب 2 يساوي 18، إذن الناتج سالب 18. ثالثا: سالب 7 ضرب 4، العدد الأول سالب والثاني موجب، اختلفت الإشارات، إذن الناتج سوف يكون بإشارة سالبة، 7 ضرب 4 تساوي 28، إذن الناتج سالب 28. رابعا: سالب 6 ضرب 10، إشارات مختلفة، الستة بإشارة سالبة، العشرة بإشارة موجبة، إذن الناتج سوف يكون بإشارة سالبة، وناتج ضرب 6 ضرب 10 60، لذلك الإجابة تكون سالب 60. مثال لضرب عددين صحيحين لهما الإشارة نفسها. أوجد ناتج الضرب لكل مما يلي، وتذكر أن ناتج ضرب عددين صحيحين لهما الإشارة نفسها هو عدد صحيح موجب. السؤال الأول: سالب 11 ضرب سالب 9، العدد الأول سالب والعدد الثاني سالب، بما أن الإشارات متشابهة فالناتج يكون موجب، 11 ضرب 9 بتسعة وتسعين. السؤال الثاني: سالب 4 مضروبا في سالب 12، العددان بإشارة سالبة، وبما أن الإشارات متشابهة
فيكون الناتج موجبا. وناتج ضرب 4 في 12 يساوي 48. السؤال الثالث، سالب 5 أس 2 بتكرار الأساس، نقول سالب 5 ضرب سالب 5. إذن الإشارة سالبة للعددان، فالناتج يكون موجب، وخمسة ضرب خمسة تساوي 25. رابعا، ستة ضرب 10، الستة موجبة، العشرة موجبة، إشارتان متشابهتان، إذن الناتج موجب 60. مثال إيجاد قيم العبارات الجبرية. أوجد قيمة العبارة سين صاد عين إذا كانت سين تساوي سالب 3 وصاد تساوي 4 وعين تساوي سالب 1. إذن بالتعويض، بكل قيمة فالسين بسالب 3 والصاد بأربعة والعين بسالب 1، وبدء عملية الضرب، فسالب 3 مضروبة في 4 إشارات مختلفة، فالناتج يكون سالب أم موجب؟ ممتاز، يكون بإشارة سالبة. 3 ضرب 4 إذن سالب 12، وبإكمال عملية الضرب سالب 12 ضرب سالب 1، العددان جميعهما بإشارة سالبة، تشابهت الإشارات في عملية الضرب، إذن الناتج موجب أم سالب؟ ممتاز، موجب، 12 ضرب 1 يساوي 12. مثال أوجد قيمة العبارتين التاليتين سين صاد عين إذا كانت سين تساوي سالب 1 وصاد تساوي 7 وعين تساوي سالب 10. السؤال الأول، 5 سين، إذن بتعويض قيمة السين بسالب 1 فنقول 5 ضرب سالب 1، عددان بإشارتان مختلفتان، إذن الناتج هل يكون بإشارة سالبة أم موجبة؟ ممتاز، سالبة، لأن العددان بإشارتان مختلفتان، إذن سالب 5. السؤال الثاني، سين صاد عين، بتعويض كل قيمة كما ذكر لها برأس السؤال، السين سالب 1 الصاد 7 والعين سالب 10، وبدء عملية الضرب، سالب 1 ضرب 7، عددان بإشارتان مختلفتان، إذن الناتج سوف يكون بإشارة سالبة، فنقول سالب 7 إكمالا لعملية الضرب ضرب سالب 10، سالب 7 ضرب سالب 10، عددان بإشارتان متشابهتان، فالناتج يكون موجبا، إذن 7 ضرب 10 يساوي 70.
تقويم. أوجد ناتج الضرب لما يلي: سالب 7 ضرب سالب 9. العدد الأول سالب والعدد الثاني سالب، إذن الإشارتان متشابهتان، فالناتج يكون موجب أم سالب؟ ممتاز، موجب. وسبعة ضرب تسعة تساوي 63. السؤال التالي: 8 ضرب سالب 5 ضرب سالب 4. بضرب أول عددين: 8 ضرب سالب 5، الإشارتان متشابهتان أم مختلفتان؟ ممتاز، مختلفتان، فالثمانية موجبة والخمسة سالبة. إذا اختلفت الإشارات في عملية الضرب يكون الناتج سالب، وثمانية في خمسة إذن ناتجها سالب 40 مضروبة في سالب 4. بإكمال عملية الضرب، العدد الأول سالب والثاني سالب، تشابهت الإشارات، إذن الناتج يكون بإشارة موجبة وهو 160. سالب 3 أس 3. ابدأ الحل. إذن بتكرار الأساس سالب 3 ثلاث مرات. سالب 3 ضرب سالب 3، العدد الأول سالب والثاني سالب، تشابهت الإشارات، إذن موجب 9. وبإكمال عملية الضرب، 9 ضرب سالب 3، العدد الأول موجب والثاني سالب، اختلفت الإشارات، فيكون الناتج بإشارة ممتاز سالبة، وتسعة ضرب 3 تساوي إذن سالب 27. تعلمنا اليوم ضرب الأعداد الصحيحة. في الجزء الأول ضرب عددين صحيحين مختلفي الإشارة، وذكرنا أن الناتج يكون بإشارة سالبة. في الجزء الثاني ضرب عددين صحيحين لهما الإشارة نفسها، وذكرنا أن الناتج يكون بإشارة موجبة. في الجزء الثالث مسائل إيجاد قيم العبارات الجبرية، وهي عملية الضرب بعد التعويض بدال الأحرف بالقيم المذكورة في كل سؤال. شاكرا ومقدرا لكم متابعتكم، وإلى اللقاء في دروس قادمة بإذن الله.